الجائزة الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين في هذا الانطلاق وفي هذا المساء المميز. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع هناك الصدارة والمقدمة. الهاوي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول هنا من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. من يأتينا بالهاوي على الصدارة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني يتواجد مقصص لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في تضميرة ومليح. من يأتينا على المركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن السهيل بن هيان العامري في تضميرة. بينما المركز الرابع رابع المراكز والمنطلق هنا الدباوي من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. من ينطلق على المركز الرابع وشاهين في المركز الخامس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف بالاحد الهايري في تضميرة. ويأتينا السهم لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل الهيان احمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي في تضميرة. من ينطلق على المركز السادس وسابع مراكزنا، المركز السابع والقدوم في هذه اللحظات على سابع المراكز الخمري لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الاغفري في تضميرة. ومن الجانب الآخر هنا الانطلاق في هذه اللحظات والتحدي الجميل والوصول في هذا الأداء المميز. هنا يأتينا جياش سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد هنا في تضميرة. المنطلق بهذا الأداء المنطلق بهذه الأداءات الجميلة الوصول على تاسع المراكز هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في تضميرة. وعلى المركز العاشر والمنطلق هنا عاشرا في هذه اللحظات ما يهاب لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي في تضميرة. من أتى بهذا هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا الغاوي. من يأتينا على الصدارة، الغاوي على المقدمة، الغاوي على صدارة هذا الشوط هنا وصدارة هذا الشوط. غاوي وجميل ومميز وللناموس هاوي. هنا الغاوي بهذا الأداء المميز من هجن الرئاسة هنا يتواجد بهذا الأداء المميز بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد لخيولي. من يأتينا على الصدارة على المقدمة بالغاوي هنا مسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بالاحد الهايري بهذا الأداء المميز والجميل. بينما المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا على ثالث المراكز يأتينا مقصص لسمو الشيخ محمد بن حميد بن محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع ايضا سهيل بن سالم بن سهيل العامري والدباوي. الدباوي هنا يقدم ايضا اداء من هجن العاصفه مع الواثقه حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وصل ما يهاب ذعتبه في المركز العاشر وها هو يتسلل بادائه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع من قائد العمليات في الفرقه 11 يتواجد هنا علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. قدم ما يهاب الى صدارة الى المقدمة والى المركز الاول مباشرة وصدارة هذا الشوط مع هذا الشعار المميز، شعار ايضا عرف السيوف، عرف ايضا الفوز، عرف الناموس. اتى بالسيوف هناك على ظهر ممتازة ولا ظهر العديد والعديد ايضا من السبق اتى به ويا ما صار وضياله
على ظهر مسكت هذا شعار. ها هو تشاهدونا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا ما يهاب سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير اللي يجتبي. وهناك الغاوي الغاوي من الجانب الآخر من هجن الرئاسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد اللي خيالي وصل هنا سرى هنا بهذا الانطلاق. هملول هملول أو جياش 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 من يأتينا هنا بهذا الانطلاق. هنا لسمو الشيخ حمدان بن راهب سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي وعلى المركز الرابع الدباوي من هجن العاصفة محمد بن راهب بن حمد من غدير وشاهين. من يأتينا على المركز الخامس سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطرس بالله حج الهايري. عجلان قادم هنا بهذا الأداء المميز مع 1500 عجلان لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بالقميص اللي نبي هنا أبو ناصر القادم الزعيم يصل بهذا الأداء المميز والجميل. هناك مقصص لسمو شيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي بقيادة قيادة السهيل بن سالم بن السهيل العامري بهذا الأداء. من يأتينا بهذه الانطلاقة هنا على المركز السابع المركز الثامن المركز الثامن الشام السهم هنا السهم لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة هنا أيضا أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي والوصول الوصول من هنا مغري مغري من هجن الرئاسة مع السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من وصل ووصل سراب سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. من يأتي بهذا الانطلاق ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصراع. جياش على الصدارة جياش وبمعيته من الجانب الآخر الغاوي الغاوي وعلى الفوز ناوي الغاوي. من يطلق بهذا الأداء المميز والجميل هنا بهذه اللحظات يتسلل على الصدارة مع الكيلو الدبلوماسي هنا بهذا الأداء كيلو الأعلام. من ترفرف بهذه الأداءات المتميزة والجميلة بهذا الأداء المميز من هذه الانطلاقات هنا سلام يا الغاوي انطلق الغاوي انطلق بالفوز انطلق بالناموس يا سلام لون بن هدر الزمول فترا خلاص هزت فترا الزمول. ها هو مشاهدينا الكرام انه الغاوي 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 تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا على هذا الاداء للمقام السامي هناك سيدي صاحب السمو رئيس الدولة على هذا الاداء الجميل تهانينا ايضا للمميز هنا ايضا مبارك بن احمد بن مايد الخيالي ولحظة الوصول الى خط النهاية في هذا الاداء المميز. عجلان في المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. المركز الثالث وصل جياس سمو الشيخ حمدان بن راهب سعيد المكتوم المعري في المركز الرابع من هجن الرئاسة. وفي المركز الخامس وصل هناك سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الاولى ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز والجميل. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لأيضا هنا أيضا مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على هذا الأداء المميز هنا للغاوي والذي نوى بالفوز وأتى به في هذا الانطلاق المميز الجميل مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي قاطع المسافة في 9:57 خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. عجلان من أتانا على المركز الثاني سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة الزعيم محفوظ بن خميس لينيبي قاطعا مسافته هنا ايضا هذا الاداء بتوقيت زمني مقداره 10:04.3 من الثانية هو توقيته الزمني. بينما المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام. هناك ايضا من وصل جياش سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد 10:06.2 من الثانية هو توقيته الزمني. تهانينا والناموس.